السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عساكم بألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم طريقة بسيطة جدا لشهوة تجمع بين الشهوات المغربية والشهوات الصينية، وتتمثل في طريفات ديال الدجاج أو بيبي مقطعين شرائح طولية، بصلة مقطعة شرائح رقيقة، فلفلة حمراء مقطعة شرائح رقيقة أيضا. غادي نحتاجو للزيت البلدية أو زيت طبيعية، غادي نحتاجو الخل المنسم بالحامض أو الخل الطبيعي، غادي نحتاجو للصوجة مقدار ملعقة كبيرة، غادي نحتاجو الملعقة كبيرة مع مرش ديال سكنجبير، ملعقة صغيرة عامرة ديال الملحة، ملعقة ديال ثومة بودرة، ثومة بودرة أو ثومة طبيعية محكوكة، غادي نحتاجو المعلقة صغيرة ديال التحميرة، غادي نحتاجو نصف دامة أو نصف بنة اختياري، وغادي نحتاجو نصف ملعقة صغيرة إبزار أو فلفل أسود. نبداو على بركة الله. ناخذوا الزيت البلديه، ما نخليوهاش تخمر بزاف باش ما تطلقش الريحه، نضيفوا ليها البصل ونبداو التحريك المستمر حتى يجلينا البصل ديالنا تقريبا، عاد نضيفوا الفلفل بهذه الطريقه هكذا. حوالي 5 دقائق ملي تبدا تذبل البصله ديالنا نضيفو الفلفله الحمراء ونستمروا التحريك. حوالي 5 دقائق اخرى ثم كنضيفو شرائح اللحم أو بيبي أو الدجاجات، كلهم تجدهم أكلة رائعة، لكن تجي رائعة أكثر بشرائح بيبي أو الدجاج من اللحم، يعني هذه الأكلة هذه صالحة للبيت وصالحة حتى للضيوف وصالحة للموظفين، لأنها تتنضج وقت قياسي جدا، يعني ربع ساعة غادي تكون جاهزة إن شاء الله. من طبيعة الحال قبل ما ينضج اللحم ديالنا تنضيفو العطرية بالكامل كيف شرحت لكم، مليحة، إبزار، سكنجبير، حميرة، شوية ديال الثومة سواء محكوكة أو الثومة بودرة، ونبداو نجيبو. ممكن نحكو شوية ديال الجوزة حتى هي تتعطي مذاق هائل، وممكن إضافة شوية ديال القرفة أيضا تتعطي مذاق شاورما رائع جدا، اختياري تبقى اختياري، لكن هادو هما المكونات الأساسية، حتى إلا ضفنا لهم شوية ديال القرفة تتعطي نكهة هائلة جدا مع الجوزة. نضيفو بطبيعة الحال شوية ديال الخل، ماشي شي كتير، تقريبا ملعقة صغيرة، تتحيد داك الرائحة القوية وتتعطي واحد النكهة خاصة مع الثومة. ونضيفو من طبيعة الحال الصوجة ديالنا وتنستمرو في التحريك. كيف لاحظتو ما توقفتش على التحريك باش ما تحرق ليناش البصلة ديالنا. نضيفو الصوجة تقريبا نصف ملعقة صغيرة ونستمر بالتحريك، تعطي مذاق رائع. ممكن هاد الوجبة تعد حتى الضيوف من طبيعة الحال، لأنها رائعة جدا، ونرافقوها بالسلطات من طبيعة الحال والديسير ديالنا
بالنسبة للبيت ممكن نرفقوها بسلطات خفيفة، نرفقوها بالبخيت أو أنواع البطاطس مشرملة تجي هائلة معها. وها هي الأكلة ديالنا تقريبا واجدة، يعني ما كان يعني ما تستهلكش حتى ربع ساعة حتى 15 دقيقة كاملة تتكون واجدة عندنا، حتى تقطع ما تياخدش وقت طويل ديال البصل والفلفلة واللحم ديالنا ما تياخدش منا وقت طويل. لاحظوا المرق ديالنا كيفاش مدغمر وهائل، أكلة جميلة جدا تنصحكم بها. ها هو الطبق ديالنا، كنتمنى تجربوه ما غاديش تندموه. كنتمنى الطبق ديالي ينال الرضا ديالكم. دمتم في رعاية الرحمن والسلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك واللايك، ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم.